بركة الله تعالى نتمنى التوفيق لجميع المشاركين. نذهب مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول منتاتي بصدارة المقدمة على المركز الأول. هنا علاج، علاج منتاتي مع المقدمة في هذه الانطلاقة، تعود الملكية ولكن التغيير يبدو مع المقدمة منتاتي بصدارة الشوط. الشروط أحمد بن سهيل بن سالم بالأسود العامري، ولكن في هذه اللحظات من تغير وتنطلق مشاهدينا الكرام تبوك إلى مقدمة الشوط، تعود الملكية لناصر بن العوضي بن يحيى المنهالي. انتقل مع المركز الثاني وأرى الشرود أحمد بن سهيل بن سالم بالأسود العامري من يتواجد مع المركز الثاني. المركز الثالث أرى علاج فيصل بن حمد بن مبارك الشامسي، ولكن من تغير في هذه اللحظات مشهورة مايد بن سلطان بن عبد الله العليلي من تتواجد مع المركز الثالث في هذه اللحظات. خامس المراكز مشاهدين الكرام، نتأخر ونشوف اللي في المركز الخامس في هذه اللحظات. تتقدم بكل قوة مشاهدين الكرام من تأتينا الشهنية سلطان بن عامر بن سعيد العويسي. نعود مع البداية، نعود مع مقدمة الشوط مع المركز الأول مع الصدارة الشاهنية، شاهنية مع المقدمة ومع المركز الأول، ومشهورة مشهورة بهذا الانطلاق تسيطر مع البداية. تعود الملكية لمشهورة مشاهدينا الكرام لمايد بن سلطان بن عبد الله العليلي، هي مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول. تبوك في ثاني المراكز، تعود الملكية لناصر بن العوضي بن يحيى المنهالي مع المركز الثاني. المركز الثالث، نشوف اللي في المركز الثالث مشاهدين الكرام، ولا التواجد على ثالث المراكز في هذه اللحظات. الشرود أحمد بن سهيل بن سالم بالأسود العامري مع المركز الثالث. المركز الرابع، الكل بدا يتقدم، الشاهنيه سعيد بن ناصر بن سليمان رشيدي يصل في هذه اللحظات. الفوز لمن؟ الانطلاق لمن؟ الناموس لمن؟ كوكب رباعيه تشكل، ولكن الصداره الشاهنيه سلاله شاهين تثبت الوجود في الامتار الاخيره. تعود الملكيه لسعيد بن ناصر بن سليمان رشيدي مع البدايه مع المقدمه مع الانطلاق الاول المسار الاول. يا ترى لمن الناموس؟ لمن الفوز؟ الشاهنيه مع المقدمه، شرف 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 شرف. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، اردت تسلل هنا، هجوم سريع، مياسه مياسه، والله ما جبت لها طاري الا في الامتار الاخيره. سق الله دارك يا حمد يا بن محمد يا بن سالم الوهيبي في الامتار الاخيره. واجهتنا مياسه من حيث لا نعلم، واستطاعت انتلال شرف الناموس المركز الثاني. مشاهدينا الكرام، شرف حمد بن جلال الله بن علي البريدي المركز الثالث، هملولة ناصر بن ربلي بن محمد العامري. والمركز الرابع، وصلت شعلة ناصر بن خلفان بن عبد الله المزروعي. خامس المراكز، الشاهنية سعيد بن ناصر بن سليمان الرشيدي. هكذا كان التحدي، ولكن مياسة من حاجزة مشاهدينا الكرام موقعا لها للناموس في الأمتار الأخيرة. وهدة الفوز حمد بن محمد بن سالم الوهيبي. والتوقيت الزمني مشاهدينا الكرام 6 دقائق 12 ثانية 10 خمسا من الاجزاء. تهانينا لحمد بن محمد بن سالم الوهيبي على هذا الفوز والانتصار. اما المركز الثاني مشاهدين الكرام، وصلت في ثاني المراكز شرف حمد بن جلال الله بن علي البريدي. التوقيت الزمني 6 دقائق 12 ثانية 8 من الاجزاء. تهانينا والناموس. اما المركز الثالث مناتت هملوله ناصر بن ربلي بن محمد عامري، 6 دقائق 13 ثانية بالوفاء والتمام. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.